مرحبا واهلا وسهلا فيكم في فانكوفر. صح مزبوط حزرتوا، احنا في كندا بليس على الباسيفيك اوشن في مدينة فانكوفر. فانكوفر من اكبر المدن الكندية، من رابع اكبر مدينة او خامس اكبر مدينة، عدد سكانها تقريبا 1 مليون نسمة. بس فانكوفر تعتبر من اجمل المدن الكندية لانه فيها حدائق كتير، وفي عندها البحر الاوشن، والشيء المهم اللي كتير 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 إيميجرانت بيجوا عشانه هون اللي هو الجو. تعتبر مدينة فانكوفر من أحسن المدن بالنسبة للجو، يعني بالشتاء مش بارد كتير زي تورونو وأوتاوا ومونتريال، درجة الحرارة طبيعية معدلة زي بلادنا في الشرق الأوسط. في الصيف الجو، أنا هلا بآخر شهر يونيو، الجو شوي يعني معتدل، يعني مش حار كتير، الجو رائع في مدينة فانكوفر. لكن المشكلة الكبرى في مدينة فانكوفر اللي هي الغلاء. تعتبر مدينة فانكوفر من أغلى المدن الكندية ويمكن في نورث أمريكا، خاصة في العقار. أسعار البيوت هون يعني $1 مليون، هذا بيت عادي. الشقق يمكن أرخص شوي، بس البيوت يعني كتير إكسبنسيف. ليش؟ لأنه في كتير إنفسترز كانوا يجوا من الصين وهونغ كونغ ويشتروا هون بيوت، فعمل سوق العقار كتير رير وصعب، فعشان هيك ارتفع عليه الديمان. anyway معظم الإميجرانتس اللي موجودين هون من حكينا الصين، هونغ كونغ، كوريا، ساوث إيجيا بشكل عام، والهند. يعني ثاني أكبر إميجرانتس نمبر بيجوا هون للهنود. في عرب هون كمية، وفي مسلمين مش كتار، فيهم البركة طبعا. عندهم مسجد، عندهم عدة مساجد في مدينة فانكوفر وسيري واللي حواليها. لكن بشكل عام مدينة جميلة جدا، اللي بيجيها لأول مرة بتخطف الأبصار وبيحبها. وهاي شايفين وراي في نساء محجبات، هاي حيمروا. ففي يعني مش موجود، تعتبر حكينا مالتي كلتشرال، فيها كتير ثقافات. واهلا وسهلا فيكم في فانكوفر، احنا في كندا بليس، نقول لكم باي باي.